بنات كديري، لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير في احوال جيده. مبروك عواشركم، الله يدخل عليكم هذا العيد ان شاء الله بالصحه والسلامه وكاع اللي كتمنوه. اليوم ان شاء الله فيديو غنبين لكم الحوايج اللي قدرت نوجد للناس قبل العيد. المهم نقول لكم لا بارطاجي ولا ديروا جيم ولا حتى شي حاجه، خليكم معايا حتى الاخر ديال لا فيديو. عندي لكم واحد الخبر مزوينش، مهم غير خليكم معايا حتى الاخر ديال لا فيديو غنقول لكم اشنو كاين. المهم غنوريكم بعدا الحويجات، نكملوا لا فيديو بطاقه ايجابيه حتى الاخر ديال الفيديو نقول لكم شنو كاين ان شاء الله باذن الله. المهم اول موديل ديال السيده من خنيفره، جاوا حويجه فنين عطلتهم بزاف، هادو اللي غنوريكم دابا كلهم عطلتهم بزاف وكاينين اللي ما قدرش نوجدهم ليهم في هذا الوقت هذا. راه شرحت ليهم شنو كاين في الواتساب وهم قدروا الظروف وقالوا لي ماشي مشكل حتى لوراء العيد ان شاء الله بواحد المده يمكن شي 15 يوم بحال ما هكاك عاد غياخذوا حوايجهم. المهم هما راه تواصلت معاهم وشرحت لهم شنو كاين. ومهم خليكم تبعي معايا لا فيديو قويت عليكم المهم حتى الاخر ديال لا فيديو غنشرح لكم شنو كاين ونوريكم بعدا لي موديل. هذه جلابه روميه بلوله، عقلتوا على الدوله اللي كنت وريتكم، صدق فن البنات، حاجه زوينه كاليتي مزيانه، ما عيبهاش لكم لي ديطاي ديال الجلابه حيتو مزوق. المهم راه فيها لي بلي، كتجي هذه بحال شكل كسيوه نجلي لي باسبور وزوينه فنه، كنقول مولاتها تلبسها ان شاء الله بالصحه والراحه. نتوما فيها جويبات فيها صدف راه مخلفين، كاين حتى لتحت فيها ملونين، كاين شي هكا ثلاثه ملونين وحده اوني، ثلاثه ملونين وحده اوني، والقب مغلف كيجي بهذه الطريقه. شوفوا لي الفينيسيو ديال القب كيفاش كتجي، ولي مونش راه خدمت معكم هاد لي مونش البنات، صديفه بحال ما هكا مغلفه كتجي هكا ديكور، كتجي زوينه اجلي لي بفنه. واني كنقول مولاتها تلبسها بالصحه والراحه. وعندها جلابه اخرى ديال الجين راه كنت فايته وريتها لكم، نكملوا في نفس اللون. باش هاد السيده هذه قلت لكم من خنيفره وهذه من خريبكه، هذه السيده فاطمه حتى هي الله تمكنت يلاه قدرت نكمل لها جليبتها ونصيبتها لها ان شاء الله باذن الله. حتى هي اليوم نعطيكم العنوان، نعطيكم التاريخ اللي كندير فيه هاد لا فيديو حيت ما عرفتش ماش غنحطو امتى غنحطو. المهم اليوم راه اثنين اللي قبل من العيد، يعني اثنين جاي ان شاء الله باذن الله راه كاين العيد. هذاك الشيء علاش ضروري خصني نصيفطهم اليوم حيت الا كتوصل كتحبس. قلت نخطف هاد لا فيديو نبين الحويجات ديال الناس باش يشوفوهم قبل ما يوصلوهم حويجاتهم ان شاء الله باذن الله. المهم هذه جليبة راه هي خدمت معكم في الصاله ديالها اخر مره، هنا كتجيب بلون وهنا بلون، فيها هاد الجويب كتجي روميه وزوينه وانيقه، كنقول مولاتها تلبسها بالصحه والراحه. والثوب كريب دو سوا كاليتي مزيانه، شوفوا لي لي مونش كيفاش جاو، غنحيد هذه نوريها لكم اون ديتاي ونلبس لكم هذه ونكملوا لا فيديو. البنات الجلابه اللي كنت لابسه ان فوا حيدتها طويتها وامباليتها ونسيت، انتما درتها في الامبالاج ديالها نسيت ما وريتهاش لكم اون ديتاي، ما يمكنش ليا دابا نحلها. المهم راه فيها لي بلي من هنا وفي الظهر وهابطه بلي بوطون هكا مغلفين. المهم تلبسها مولاتها ان شاء الله وغتجيها مزيانه حيت في العبار ديالها كتجي على شكل كسيوه. وهذه هي اللي وريتكم فنه البنات، روميه وزوينه، كنقول مولاتها السيده فاطمه من خريبكه، كنقولها تلبسها ان شاء الله بالصحه والراحه، جاها اللوين زوين فن. هذه هي اللي كنت خدمت معكم في الصاله ديالها، شوفوا لي لي مونش كيفاش كيجيو روميين وانيقين وزوينين وتويب البنات روعه، الثوب زوين بزاف كريب دو سوا. شوفوا لي الديتاي، شوفوا القبيب كيفاش كيجي. وغادي نكملوا مع نفس اللون غير بطريقه مختلفه، هادو كاملين دابا غادي نصيفطهم ان شاء الله باذن الله. داكشي اش كنحاول نزرف هادي جات بطريقه مختلفه لا اللون ولا الشكل، الا بقى لي الوقت غنلبسها لكم. هانتوما شوفوا هذه دخلنا لها المغلوق هو هنا، وهذه جات العكس، جات هي كامله بالثوب المغلوق والوسط اللي الثوب المفتوح، غير التدرجات ديال البيج جويب هنايا. شوفوا كيفاش جا، جات هجليلي زوينه وانيقه، والثوب بلا ما نذكروا عليه هذا العبار شويه كبير. المهم غنحاول بس ان شاء الله. وكاين اختلاف حتى في لي مونش، هذه دارت بوانيه، هذه ديال السيده ام ياسر من اكادير، هذه عندها ثلاثه ديال البياسات غنوريهم لكم ان شاء الله الا قد لي الوقت، نوريهم لكم دابا كاملين ان شاء الله باذن الله. المهم هذه
بحال هذه، هذه جات بهذه الطريقه وهذه جات بالعكس ديالها، نتوما راكم فهمتوني. وحتى في لي مونش راه مختلفين. المهم البنات نحيد هذه، هذه راه وريتها لكم في الاول، ولبس لكم هذه ونكملوا لا فيديو. انتوما البنات المهم انا اللي حيدتها راه كنطلع ونجمع جاتها فنه، هي في العبار ديالها بطبيعه الحال جا احسن. ديتهاش مزيان غير مع الزربه. المهم كنقول مولاتها تلبسها بالصحه والراحه السيده ام ياسر من اكادير، عندها جوج لباس اخرين غنوريهم ليكم. طلعوا عليها حويجه فنين وكنعتذر منها، عطلتها بزاف. هادو كاملين اللي وريتكم دابا عطلتهم بزاف، وكنعتذر من الناس حتى هما اللي ما وصلتش ليهم، اللي ما قدرتش نخدم ليهم حوايجهم وما شرحت ليهم شنو كاين شنو الظروف. وقدروا كنقول لهم شكرا ليكم جزيلا، انا كنبغي نعتذر ليهم في هاد لا فيديو. وغير خليكم معايا حتى الاخر باش ندوي معكم على خاطري، باش نحيد عليا هاد الحوايج، باش الا صون عليا السيد نهبط ليه الحوايج اللي غنوصلهم ان شاء الله باذن الله. وعدنا ندوي معكم على خاطري. كنقول مولاتها تلبسها بالصحه وراحه، جاتها فنه توب كريب دو سوا. زوين في اللبسه، مطلوق في اللبسه، وجات جليبه انيقه وزوينه، وعندها جليبه اخرى في الخضر حتى طلعت لها فنه. عجبني اللون، عجبوني حتى التناسقات ديال الالوان اللي خدمت لها في لابانتور. ديما هاد الخضر ما كيبانش ليا في لا فيديو، ديما ما كيبانش ليا نفس اللون. المهم هي راه شايفاه في التصويره، هو واحد الفير قريب للفير ميليتير. المهم ها نتوما ما باينش بحال مباشره، مهليش شوفوا لي لابانتور كي دايره. لابانتور ما تخافوش منها، ما كتهيد من حتى شي حاجه. ورشيتها بواحد الحجيرات جاتها فنه، كنقول لها تلبسها بالصحه والراحه، رغم ان اللون ما كيبانش ليا كما هو. حتى اللوان ديال لابانتور ما كيبانوش بحال مباشره كيبانوا احسن. لاستيك في لي مونش، والبنات درتيها في اللور لي كرو توب كريب دو سوا قريتي المزيانه كما كنقول لكم ديما. القب كنديرو ضروري مغلف على جوج باش كيجي فلافينيسيون مزيان. وهنايا درنا ليها جويبات مخفيين البنات، انا غنحاول نلبسها حتى هي ونكمل معكم لا فيديو. سمحوا لي اللي كنت كنزرب البنات. هذه جليبه ديال السيده ام ياسر من اكادير، جويبات البنات كيجيو سبور، كتجي جلابه سبور انيقه وزوينه. والسلسله البنات ساهله في اللبسه، سلسله دوغي حاجه مزيانه صحيحه. لابانتور جليبه فنه انيقه وصيفيه وتويب طايح وزوين وبخاتيك في نفس الوقت. هي كنهضر بهذه الطريقه شويه عيانه. المهم كما قلت لكم غنخليكم معايا حتى الاخر ديال الفيديو ونقول لكم شنو كاين. شوفوا لي هذيك البيكرو كيفاش كتجي. كنقول مولاتها تلبسيها بالصحه والراحه، وقالت لي اخر هبايا ديال نفس السيده نيت بهذا اللوين. هذه راه كتخدمتها شحال هذه عقلتو. المهم خدمتها في بزاف ديال اللوينات، خدمتها معكم في الدرس ديال الصالون خياطه اللي كان فيه ضيفات هنايا. هذه درتها بالسلسله هكا ارجونتي ولي كلو هنايا ولي بلي الكول. شوفوا لي الكول كيفاش جا فن انيق وزوين، والبوانيه بحال ما هكا جاتها زوينه. كنقول لها تلبسيها بالصحه والراحه، دارت اختلاف في اللوينات وفي الشكالات. كنقول لها تلبسي بالصحه والراحه ان شاء الله باذن الله، يوصلوك ان شاء الله على خير. نلبس هاد العبايه الاخرى ونكملوا لا فيديو. هاي لبستها البنات. مهم الحوايج هادو كاملين اللي لبست لكم راه كبارين عليا، ولكن رغم ذلك قلت ضروري ضروري نوريهم ليكم. ها نتوما البنات جاتها فنه حتى هي تلبسها ان شاء الله بالصحه والراحه. الكول كيفاش جا جات زوينه، نتمنى ان شاء الله يوصلوهم في الوقت ويلبسوهم ان شاء الله بالصحه والراحه. وجينا الاخر ديال لا فيديو والخبر السيء اللي غنقول لكم. المهم سيء بالنسبه لي انا معليش. المهم الخبر هو ان اخر فيديو غيكون عندي في القناه هو هذا، وان شاء الله يمكن حتى الخدمه غدا نحبسها اولا نرتاح وغنشوف. مهم عييت صراحه، عييت بزاف، كان شويه ديال الاحباط، كاين واحد العتاب على المتابعات ديالي، نعاتبكم واحد شويه. المتابعات اللي كانوا كيطلبوا مني في الصاله والخياطه صراحه كنت كندير اكثر ما في جهدي، وكنت درت واحد الغلط انني تابعت جوج فيديوهات ديال الفصاله وديال الخياطه. صراحه ما فهمتش علاش. مهم هذاك الموديل
كنتو كطلبوا مني اكثر من القياس عرفتي. انا من هذاك النوع اللي كنقدر بالي معاكم، كنبقى نقرا لي كومونتير تنقول لنا الناس كيتسناو في هذا الموديل خاصني نخدموا معاهم، رغم انني كانوا عندي موديلات اللي كان خاصني نبينهم ديال الناس، ولي فيديو ديال لي موديل كنقولها لكم ديما راه فيهم نسبه مشاهده اكثر من ديال الدروس. وصراحه هذاك الدرس اللي كنت درت بالي فيه انه نسبه المشاهده هابطه، ومني كتولي نسبه المشاهده هابطه اليوتيوب ما كيبقاش يقترح القناه ديالك كاع، ما كيبقاش يقترحها على الناس بزاف. كل ما كتكون نسبه طالعه في الاول ديال لا فيديو ملي كيتلاح، وكل ما تيكون جام ديما كنقول لكم كنطلب منكم هذيك جام بحال راه ما غتخلصوا على والو، هذيك جام هي اللي كتبين لا فيديو. المهم معليش معليش هادشي كامل. الحاجه اللي بغيت نوصل لكم انا ان شاء الله صافي غادي نحبس الصراحه الجهد وجهت، عييت وتحبطت وبزاف ديال الحوايج، وعييت حتى من ناحيه الخدمه عييت. مهم صحيا ان شاء الله يمكن يا اما غنحبس يا اما غنرتاح واحد المده طويله ورا العيد ان شاء الله باذن الله. المهم الناس اللي ما خدمتش ليهم راه غنكمل معاهم طبيعه الحال حيت راهم مخلصيني ودايره معاهم الوقت وكل شيء، وتواصلت معاهم وقلت لهم هانتوما لما كان ماشي ممكن تسناوني حتى نرتاح حتى نولي شويه نخدم لكم حوايجكم وصيفطهم لكم. بغيتو تسناو ما بغيتوش راه ما عندي حتى شي مشكل، نعاود نصيفط لكم فلوسكم. الصراحه كلهم كنشكرهم من هذا الفيديو، كلهم قالوا لي لا ماشي مشكل صحتك الاولى حتى تولي لاباس وصيفطي لنا حوايجنا. هادو راه اللي كنقول لكم اللي صافي دافعين ليا وداكشي غنكمل معاهم طبيعه الحال. صافي بارك عليا من اليوتيوب بارك، عييت عييت وما كاينش مقابل، ما كتلقايش ماشي مقابل مادي، ما كتلقايش واحد الحافز، ما كاينش حافز صراحه ما فهمتش علاش ديما لي كومونتير. وانا من هذاك النوع اللي كنخلي في عوض ما غدا نحط دي فيديو هكا اللي غنستافد منهم انا باش على الاقل تبقى غدا القناه وكتطلع. لا مهم درتهم متابعين، والفيديو ديال الخياطه خلاص هذاك راه 1000 ما كملهاش على سيمانه ولا ما عاد كثر، يمكن حتى لدابا لدرجه انني مابقاش باغا كاع نطلع نتفرج نشوف اولا نشوف لي كومونتير ولا نشوف فين وصلوا لي فيديو. شحال من عام وانا من الاول وانا كنخدم بالتوازي دروس وفي نفس الوقت دي موديل، كاينين الناس اللي كيخدموا غير لي موديل وما كنستافدش حتى من طريقه زعما غادي نبين غير الحوايج باش نبيعهم وهداك الشيء. كناخذ من وقتي كنقول حشومه نشجع الناس، وباقي لحد الان كنشجعكم البنات غير كملوا. غنخلي لي فيديو راه صراحه لي فيديو اللي حاطه فيهم كاع لا باز كاع اللي غتخدمي بها بلاصه الصف، كيفاش ترجعي لي فيديو القدام تشوفي كيفاش تخدميهم لي بلي خدمتهم معاكم الكول خدمتو معاكم لي مونش اي حاجه شوفي من لي فيديو هكا الا بغيتي تعاودي ترجعي. والبنات اللي بغات تسولني على اي حاجه من الدروس اللي خدمت معاكم ولا شي موديل خدمه انا غير ما تاكد، كاينين شي ناس اللي كيجبدوا لي موديلات ما خدمهمش انا تقولوا لي خدميهم معايا. المهم انا راه الاشاره الا قدرت ولا كنت مرتاحه راه غنجاوبكم ونشرح لكم. راه بزاف ديال الناس اللي كيتواصلوا معايا وكنجاوبهم وكنبقى معاهم حتى كيعرفوا كيفاش. المهم انا قلت هاد لا فيديو بغيت نوضح لكم الامور غير باش ما حس بزاف ديال الناس اللي كيتواصلوا معايا بغين يحطوا الحوايج، و ملي كنقول لهم لا كيسحبوني غير كنعزل مثلا الكليان ديالي كنخدم مع هادو وهادو ما كنبغيش نخدم معاهم. داكشي علاش قلت غندير هاد لا فيديو باش نشرح للناس، وحتى ملي غنبان لكم كبرت غتعرفوا اشنو كاين. هادشي اللي كاين يا بنات، بسلام عليكم. هذا ان شاء الله هو اخر فيديو عندي في القناه. كنتمنى كل خير للبنات اللي كيتعلموا ولا ما تحبطوش، بالعكس تشجعوا زعما حيت كنحاول نشجعهم على المشاريع وهكا ويخدموا في الدار. غير ما تكونيش ما عرفتش كيفاش نقول، خاصك تكوني صارمه شويه في الخدمه ديالك، ما تسهليش بزاف، كوني ظريفه ماشي ما تكونيش ظريفه، ما تكونيش ظريفه اكثر من القياس. حيت بعد شي مره ملي كتبقاي تعطي بزاف وما كتاخديش كتعياي، هذه الصراحه. وحتى الناس شويه هكا ما كيبقاو يقولوا هذيك ماشي مشكل. المهم ما علينا البنات، تعلموا وخيطوا غير ما تهاونوش بزاف، وكونوا صارمين مع الكليان ديالكم، ديروا ثمن اللي مسلككم نتوما وخدموا على القدر ديالكم وشوفوا داكشي اللي مسلككم. وبسلام عليكم، ما نقولش لكم تنوني فيديو جاي، بسلام عليكم. نتمنى تكونوا دائما بخير وعلى خير، بسلامه.